يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار، معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يتعارض مع حديث الصلاة على وقتها؟ وما معنى الإسفار؟ روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الإسفار هو الانكشاف والظهور. وروى أبو داود والبيهقي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. وعن عائشة قالت كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن أي الأكسية، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. من المعلوم أن من أفضل الأعمال كما ثبت في الحديث الصحيح الصلاة لأول وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك. وفي صلاة الصبح كان في بعض الأحيان يبادر بها في أول الوقت أي بغلس، وفي بعضها يؤخرها قليلا حتى يظهر النهار بالإسفار. صلاتها بغلس أي في أول الوقت. والحديث الذي فيه الأمر بالإسفار وهو التأخير قليلا عن أول الوقت، قال بعض العلماء إن المراد به أن يكون الانتهاء من الصلاة حين يظهر الضوء لا أن يبدأوها وقت ظهور الضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الصبح من 60 آية إلى 100 آية. بعضهم لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كان الصحابة يبادرون فيصلون عند الفجر الأول وهو الكاذب حرصا ورغبة، فأمرهم بالإسفار أي التأخير إلى أن يطلع الفجر الثاني ويتحققوه. ويقوي ذلك أنه قال لبلال نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم. وقيل إن الأمر بالإسفار خاص بالليالي المقمرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأمروا بالإسفار احتياطا. قال ذلك ابن الأثير في النهاية، وهو توفيق جميل بين الأحاديث التي فيها الأمر بالتغليس والأمر بالإسفار، والله أعلم.